إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة مواهب يومية وخياطة، بمناسبة عيد الفطر أتقدم لكم بخالص التهاني ونقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. كما راكم تشوفوا هنايا أول يوم للعيد لي، قدرت نتوصل نتيجة وفرحت عائلتي، لأني في اليوم الأول ما خرجتش وبقيت في البيت مع أولادي ودرنا هذاك الجو العائلي ومع فرحة العيد. ما شاء الله، كما قلت لكم في اليوم الأول دائما أنا نقعد في البيت نتاعي، وأما اليوم الثاني نخرج فيه نشوف فيه الأهل والأحباب. هنا برك أخواتاتي درت شخشوخة صورتها، لكن راح للفيديو. تعرفوا احنا من عاداتنا وتقاليدنا في يوم الاول من عيد الفطر نديرو شخشوخة، واليوم الثاني نديرو فيه زيارة الاهل والاحباب. كما انا رحت اليوم الثاني الاهل زوجي، اما اليوم الثالث هو حضرت الطاولة اللي يحب يجي اللي ما شفناهش في اليوم الاول والثاني يجي اهلا وسهلا بيه. كما هنا جاتني ما بلسغ اخت زوجي مع اولادها وكنا فرحانين ما شاء الله، اعطات هذاك الجو تاع العيد الفطر، وواحد داخل وواحد خارج والحمد لله. ان شاء الله انتم ثاني توفقتوا في عيدكم وخلقتوا هذاك الجو العائلي، لان حقيقه رانا محتاجينه في هذا الغربه. صح قد ما نديرو ما نوصلوش لهذيك النتيجه اللي نديروها في البلاد، لكن على الاقل نعرفوا اولادنا بعاداتنا وتقاليدنا، وهكذا هما ثاني يكونوا نكونوا لهم قدوه ويتعلموا هذو الحوايج. مادامنا كيفاش نقولوا، مادامنا صغار نعقبوا لهم هذيك الرساله. وشنو نقول لكم انا يا درك خوتي اخواتاتي، ان شاء الله برك عيدتوا مليح. وبالنسبة للمشاهدين نشكرهم كثير لأنهم يعطوا وقتهم ويتفرجوا الفيديوهات نتاعي، وكان الناس اللي اشتركوا جدد نقول لهم ما شاء الله أهلا وسهلا بكم في هذه القناة، وهي قناتكم بالطبع. ما شاء الله راكم كل يوم تفرحوني. برك الناس هاللي دخلوا الفيديو ويشوفوا ما ينسوش يشتركوا ويحطوا هذاك الاعجاب، لانه الاعجاب هذا كيرفع الفيديو في اليوتيوب وشوفوه كامل الناس. بالنسبه للمشاهدات نشكركم كثير، ان شاء الله برك كي تدخلوا الفيديوهات نتاعي تشوفوهم كامل، لانه انا نستفيد منهم ونربح ساعات. وكما قلت لكم في اخر الفيديو هذا اللي كان خفيف ظريف عليكم، ان شاء الله نرجع ونقول لاهلي وخاصه امي عيد مبارك وكل عام وانت بخير، وان شاء الله ينعاد عليك بالصحه والعافيه ونشوفوا بعضنا ما شاء الله هذا العام اذا كانت الطريقه تسهلت. والله رانا متوحشين البلاد، برك ادعوا معانا تحل الطريق ونجو نشوفكم كامل ونتحضنوكم، واللي راحت لنا هذا العام ونص من كورونا نرجعوها ان شاء الله مع بعضنا. كما ما ننساش ثاني اختي الكبيره واولادها ونقول لهم صحه عيدكم، متوحشناكم متوحشناكم متوحشناكم. ان شاء الله في العيد الكبير ان شاء الله نتلاقاو على هلاله وكلش ان شاء الله ساهل. وكما قلت لكم راني ندير في هذا الفيديو والله متاثره، مش عارفه واش نقول لكم، راني حاسه روحي راني خلطت في الهضره. وكما راكم تعرفوا كما دائما نقول لكم اللي يحس بينا قال متغرب كما حنايا. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في ساعه خير، وهذا العيد الصغير العيد الفطر اللي شويه رجع لنا هذيك الحيويه. في هذا نهاية الفيديو نقول لكم كما تعرفوا التحضيرات اللي درناها للعيد ولا تعبنا عليها هكذاك فيها الفايدة. كما قلت لكم لأولادنا تحضيرات ثاني كانت من الحنة، من تحضير الملابس الجديدة للأولاد،
كما راكم تشوفوا. بالنسبه للحنه ندير لكم فيديو واحد اخر، هي بنتي اللي دير في الحنه، ندير لكم فيديوهات على الحنه كيفاش تدير، كيفاش الانواع اللي دارتها. وفي نهاية الفيديو نقول لكم استودعكم الله في حفظه ورعايته، وما تنساوش تزوروا الأهل والأحباب خاصة الناس الكبار، ونقول لكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي. مبروك هاد العيد علينا وعلى ناس قسنطينة، يا صحاب جايز صحة عيدكم، زيتون نيور وزينة لحباب كلكم، زينو نهار اليوم صحة عيدكم، زينو نهار اليوم مبروك عيدكم، مبروك عيدكم ومزيان حبابي ناس تلمسان، تعيشوا دايم في الأمان جميع كلكم، مبروك عيدكم يا شباب يا ناس وهر يا رزحة، تفرحوا شايب وشباب صحا عيدكم، تكونوا كل عام بالحباب ساو كل يوم، نسين نهار اليوم صحا عيدكم، كانها عروسة في التبسيمة غنية في السوق.